عايزين. ليه حربي؟ ما هو كان لازم يعرف يا دنيا. اعرف ايه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ فين دعاء؟ نايمه في الاوضه جوه. استنى بس يا زين عشان خاطري، انا ما صدقت انها نامت. مين اللي عامل فيها كده؟ مين؟ زين تعال بره انا افهمك على كل حاجه. يلا زين. يلا يا زين والنبي. يلا. يلا. تعال. ما هو اول امبارح لما دعاء راحت لعزام عشان تقول له ان هي خلاص مش عايزه تشتغل في الكباريه، قال لها انها تعدي عليه تاني يوم اللي هو يعني امبارح عشان تاخد بقيه حسابها ومكافاه نهايه الخدمه. انا رحت معاها الكباريه وعرفت وانا هناك انه برا يعدي عليها عشان يقول لها ان عزام يعني قال لها ان عزام مستنيها عنده في المكتب عشان يحاسبها يعني، وهناك بدل ما يحاسبها ضربها وبهدلها وخلى برا يرميها في الشارع. دنيا اول ما عرفت راحت جري جابتها وجت على البيت هنا واتصلت بيا. الكلام ده كله حصل بعد ما وصلتك على العشاء. جيت انا على هنا جري وخدناها ورحنا على المستشفى، بس الحمد لله يعني الدكاتره عملوا الواجب وقالوا ان قدامها يومين ثلاثه كده وتبقى كويسه ان شاء الله. رايح لفين؟ رايح اخلص عليه هو والكلب بتاعه. هنخلص عليهم يا زين، وحياتك لنخلص عليهم، بس بالهداوه. ولا نسيت الكلام اللي اتقال النهارده؟ وانت فكرك هيجي لي قلب استنى يا حربي؟ مش هنستنى كتير. اهدى والنبي يا زين، بلاش تودي نفسك في داهيه والنبي. ما هو انت السبب في كل اللي حصل لها ده. لا ما كنتش بوسختك قعدت تزني على ودانها، ما كنتش رميتيها له لقمه طريه في بوقه. بس هو اللي خلق الخلق. انا لولا عامل اعتبار لحربي كنت خلصت عليك دلوقتي حالا ودفنتك مطرحك، وما كانش في حد هيحوشني عنك يا دنيا. اهدى يا زين وخلينا نفكر بالعقل. ما بقاش فيها عقل يا صاحبي، ما بقاش فيها عقل خلاص. اهدى يا زين بقولك، خلينا نشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. ماشي يا حبيبي، انا اهدى، بس وحياتك يا صاحبي لو ما خدتش بطار دعاء وبسرعه لأكون أنا اللي مخلص على عزام ده وبإيدي دي يا حربي. أوه. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك، ألف سلامة. دنيا أنت كويسة؟ في حاجة وجعاكي؟ عطشانة أوي يا دنيا. حاضر شو. حاضر يا حبيبتي، حاضر عيني. أيوة مية. دعاء. دعاء. ايوه. عامله ايه دلوقتي يا دعاء؟ يلا يا زين، يلا يلا.
خلاص ماشي. أسمى وعدت. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ريتني كنت مت ما عسليش اللي عسل يا دنيا يا رب بقى. ما تقوليش كده يا دعاء، الله يخليك يا حبيبتي. أنا مش فاهم حاجة. دعاء بتعمل كده ليه؟ بنت أعصابها تعبانة زين، واللي حصل لها برضه مش قليل. تقوم تصرخ فيا أنا؟ تموت نفسها يا حربي؟ ليه؟ أنا عملت لها إيه؟ أنت ما عملتش حاجة. بس يعني يمكن ما حبيتش إن أنت تشوفها وهي مضروبة ومتعورة كده. تتكسف مني أنا ليه؟ ما تتكسفش منك ليه؟ لا يا زين، أنت حاجة تانية وأنت عارف الكلام ده كويس. أنا متعرف عزام الكلب ده عمل معاها كده ليه؟ أنت عارف إن عزام مقير منك من يوم خناقتك معاه في الكباريه. يمكن لما دعاء قالت له إن هي هتسيب الشغل وتتجوزك حب يخلص حقه منك. يوم يعمل كده حربي؟ عموماً يا زين اللي حصل ده جه مصلحة. مصلحة؟ إزاي يعني؟ خليها تسيب الكباريه وتبعد عنه خالص. بس أنا برضه مش هفوتها له يا حربي. يعني أنت معايا في اللي طلبه مننا الباشا الكبير؟ طبعاً معاك. من غير حتى الباشا ما يطلب حاجة. بس دعاء ما ينفعش تقعد مع اللي اسمها دنيا دي تاني. لحد كده وكفايه يا حربي، كفايه قوي. دعاء لازم ترجع. ترجع فين؟ ترجع حتتها، منطقتها، بيت ابوها. بيت ابوها؟ هترجعها مع عطيات اللي كانت مورياها الويل وتبيع تشتري فيها؟ جرايها زين، ولا تكونش ناوي ترجعها تقعد معانا في العشه؟ يا ابني ده هم كام يوم كده لحد ما ادور على مطرح يلمنا ونتجوز. خلاص يا زين، استنى الكام يوم دول وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. ولا ثانيه واحده يا حربي. دعاء لازم تمشي من مكان الزباله ده. والنهارده قبل بكره يا حربي. هتمشي تروح فين بس؟ معرفش يا اخي. هوديها عند المعلمه انشراح. انشراح؟ وانت مين قالك ان هي هتوافق بقى؟ وايه اللي خليها ما توافقش؟ ست جدعه وب 100 راجل. بعدين بقول لك هما كام يوم وكل حاجه هتتدبر. ماشي يا زين. نعدي على انشراح بقى الاول ونشوف رايها ايه في الموضوع ده. جالك كلام يا سعنتر؟ هم العيال عمالين يتنططوا علينا يا اخويا هم. لسه ان شاء الله بعد كده بقى يقلشونا ويطلعوا على كتافنا. كل دي عشان العيال دول قابلوا الباشا النهارده يعني؟ وهو ده قليل يا عنتر؟ قليل لما الباشا يجتمع بيهم في السر. ليه؟ يبقى ناولنا على نيه بنيله بستين نيله. انا مش فاهم، انت حاطط العيال دول في عجلك ليه؟ لانهم خطر. بيخططوا لحاجه كبيره من تحت لتحت. عايزين يوصلوا الباشا الكبير بأي طريقة، وممكن ساعتها يخلصوا من أي حد عشان يوصلوا له، حتى أنت يا عنتر اللي عامل صاحبهم. يا راجل يا راجل، دول عيال غلابة عايزين ياكلوا لقمة عيش. دول عايزين يكوشوا على كل حاجة، عايزين يطلعوا على كتافنا يا عنتر. إنما أنا بقى مش هسيبهم ومش هسيب حقي ومش هسكت خالص. ايه ده عزام؟ قال اللي يحصل لك زي ما حصل لرشوان وحنف، فاكر؟ يا سلام، هو اللي حصل لرشوان ده حصل بسبب مين؟ مش بسببهم هم؟ انما انا لا، مش هيقدروا يوصلوا لي ومش هسكت يا عنتر. وبعدين مش فاهم انت هتفضل واقف لي كده زي البروطه؟ ما تعمل حاجه يا اخي. انا مش همني العيال دول دلوقتي، انا كل همني المباحث بتشمشم ورايا. وانت ليه؟ موضوع المباحث ده ما يهمنيش، لان اكيد أكيد الباشا الكبير هيعرف يتصرف فيه، ده واصل، واصل لفوق قوي. أيوه، مطمن طبعًا، أنت كل شغلتك إيه؟ شوية تليفونات وعدلي، ياخد الفلوس، لكن أنا اللي بشيل البضاعة عندي في مخازني، أنا اللي فوش المدفع هروح في 60 داهية. يا سيدي، ابعد البضاعة دلوقتي مؤقتًا في أي حتة بعيد عن مخازنك يعني. إيه ده؟ إيه؟ إيه اللي في وشك ده؟ لا أبدًا، أصل الصبح وأنا بحلق يعني عورت نفسي. عور نفسك ليه؟ بتحرق بضوافرك ولا ايه؟ يا عنتر في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه يا عم؟ هنعمل ايه مع الواد حرب وزين؟ يا سيدي، نخلص الاول من حكايه المباحث دي وبعدين نقعد مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه. اهلا اهلا يا بهوات، تو ما شرفتوا. بهوات ايه بس يا معلمه؟ هي العين تعلى على الحاجب برضه. هو انت واد يا بكاش مش كان ميعادك تجيلي امبارح بالليل؟ ظروف والله يا معلمه، لخبطت لي الدنيا على الاخر. طب وانا حيلتي ايه غير اني اصدقك؟ وانا اقدر اقول لك انت كذاب؟ لازم اثبت. مالك يا زين واقف كده ليه؟ هو يا معلمه اصل بصراحه كنت عايز منك خدمه كده يعني، وعاشم في ربنا كبير انك انت ما تصدنيش. انت عارف يا زين ان انا بعزك قوي، وعمرك ما طلبت مني حاجه وقلت لك عليها لا.
هو يعني الخدمة مش ليا يا معلم، الخدمة لدعاء. دعاء بنت عم نوفل. مالها دعاء؟ اصل دعاء عايزة ترجع للمنطقة تاني. يعني يا زين ما عملت، برافو عليه، بدل عادتها عند البنت اللي اسمها دنيا اللي ماشية على حل شعرها دي. ايوه بس في مشكلة، بس ان يعني دعاء مش عايزة ترجع بقى على بيت ابوها. انت عارفة مرات ابوها شرانية ولسانها زالف وما بتحبش دعاء يا ابني ما تكمل كلامك على بعضه، ده العيش يقرب يقدر واحنا واقفين جنبك. يعني هو لو يعني لو يعني 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 لو يا معلمة زين عايز يسألك لو ممكن يعني يجيب دعاء تقعد عندك في البيت كام يوم كده على ما يشوف شقة ويتجوزوا فيها. خرب بيت عقلك يا زين. يا ابني انا فاتحه بيتي لاي حد من اهل الحته يجي ويشرفني ويقعد فوق راسي كمان. بس ايه يا معلمة؟ دعاء ابوه عايش، ربنا يديله الصحه. ما ينفعش يعني اخد بنته اقعدها ببيتي واقفل عليها، يجي يخبط عليا ويقول لي واخده بنتي ليه ويجرسنا. لا لا لا، صح صح يا معلمه، كلامك مظبوط، عداك العيب وازح. ده انا هروح اجيب لك موافقته حالا. وانا هروح جاري اجيب دعاء واجيبها عندك على البيت.